السلام عليكم يا برنس. عليكم السلام. التاكسي ده تبعك؟ الزمك ولا ايه؟ معلش راح الكيلو 4.5 ومستعجل. ده مشوار بعيد قوي، اعمل حاجه. هدي لك اللي انت عايزه. ماشي. في واحد هناك راح اديله شويه عطور حلوه. اه. عينات كده. ماشي. فتودينا بقى. اوديه. بقول لك ايه، انا ملك العطور في مصر. انت ملك العطور؟ والله العظيم لازم تجرب. بص حاجه فوق شغل فاخر من الاخر. بص يا باشا اهي. يا عم الريحه دي. في واحده ثانيه، في واحده يا باشا. جرب بس. يلا يا عم كفايه الاولانيه يا عم. يلا. انت عايز ايه ده؟ لكش يكون العطور عجبتك. عربية 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 تاكسي. الراجل صاحب التاكسي أول ما عرف إن التاكسي بتاعه اتسرق عفاريت الدنيا بتتنطط في وشه، والراجل اللي كان معرفك بيه عامل مشكلة كبيرة أوي. عامل بس على بدر مصيبة وحلف عليا. بالراحة بقى، بالراحة، عايزين نحل الموضوع بالراحة. وصله بالراحة. اهلا اهلا. تعالى يا حاج. اهلا يا معلم، اتفضل اقعد. لا هقعد ولا اقف يا عم بدر. انت لما جيت قصدتني وقلت لي عايز تاكسي عشان واحد يستلزق عليه، انا ما قصرتش معاك، صح ولا مش صح؟ ايوه صح. العربيه ضاعت من مين؟ ضاعت مني انا يا حاج. يبقى ملزم ترجع العربيه للراجل ده، يا اما تدفع له ثمنها. هدفع ثمنها منين بس؟ العربيه اتسرقت وانا عملت محضر والحكومه. الحكومه يعني هتدي له عربيه ثانيه ولا ايه يا باشمهندس؟ في ايه؟ انا قلت كلام يا عم بدر. ما يقدر على قدرة ربنا يا حاج. أنا بقى ليا صرفة تاني وهعرف أرجع عربية الراجل ده. يلا بينا يا حاج. بالراحة. هتروح وتحلم وليها حل إن شاء الله.